مسلسل على الحلوة والمرة، الحلقة 45، تسريبات صحيحة 100%. بتتحسن الحالة الصحية لعم صلاح، وبيطلب ان هو يسيب المستشفى بعد ما اتأكد من بنته انها مش بتتقابل مع ريان، وان اللي بينهم شغل مش اكتر، وانها اضطرت تخبي عليه عشان خاطر بس ما يزعلش، وانها نسيته من زمان ودلوقتي بتبدأ تفكر في حياة جديدة مع وسام، رغم انها لسه ما وافقتش عليه، لكنها لسه بتفكر ولسه مضطربة شوية، لأن ما بقاش عندها ثقة في الناس زي الأول. فبتتحسن حالته وبيخرج من المستشفى. أما بالنسبة لي وسام، فلما يشوف مجد موجود في الفندق ويتخيل بيه ويعرف إنه جاي هنا وعايز يرجع موضوع لالا من جديد ويحاول إن هو يتلاعب بيها، كل ده هيخلي وسام يطرده من الفندق علشان خاطر أخته، لأن الراجل ده كان سبب في يوم الأيام إنه جرحها وخليها تدخل المستشفى 3 شهور وتعاني معاناة صعبة جدا، وحالتها النفسية كانت وحشة لمدة 3 شهور قاعدة في المستشفى، ولحد دلوقتي لسه بتخاف برضو إن ريان يسيبها زي ما مجد عمل. فهيضطر طبعا إن هو يطرده علشان يخلص منه خالص ويبعد عن أخته، لكن ريان هيبقى عايز يسأل ويعرف ليه طرده. أما شريهان فأخيرا اتغيرت وقررت إنها تجمع آية وتايمة مع بعض، وحست بغلطتها وانها مش عايزه تخسر اولادها، علشان كده راحت قبل كده الفرح واعتذرت لها في الفندق، وعايزه تجمعهم مع بعض من جديد، وبتبدا انها توفق بينهم وترجعهم لبعض، خاصه انها عارفه ان ريان لسه بيحبها. ودي كانت تسريبات الحلقه 45 من مسلسل على الحلوه والمر.